كان عندنا واحد بيساعدنا في الجنينة بس اتخلصنا منه. ذكرت شي، لازم اخفي الادلة الموجودة فيها يدل على انه اندرويد. اضغط بكتبها في الانزل كم شيء. يا خبر ولا حركة. لا يا لوثر. نعم على المصيبة. انت لازم تكمل الرحلة دي من غيري. مصيبة. ايش نسوي مع روز هلا؟ لوثر. لازم كان مخفي الأدلة وبعدين فتح الباب. غلط غلط عظيم. يلا جهزوا نفسكم هنمشي الليله. طيب على كل حال خلينا نكمل شو راح يصير معنا. واحنا على جاركم. تمام نايس حلو. البث بتاعنا على كل الاخبار. البشر عرفوا دلوقتي. اعتبروا رساله ماركس تهديد. هو عمل الصح. دي اللغه الوحيده اللي بيفهمها البشر. العنف مش هو الحل. المواجهه مش هتوصلنا لحاجه. سايمون دفع الثمن حياته. سايمون ضحى بحياته عشان قضيتنا. وده يفرق في ايه؟ ده بطل ضحى بحياته عشان الثورة ومش هيكون اخر واحد. انا مش عايز ثورة غرقانة بالدم. عيش زي العبيد. لانك لو مش مستعد تحارب عشان حريتك فانت ما تستحقهاش. انت ازاي تقول كفاية كده؟ حلو. هنعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف. في 5 محلات سايبر لايف في ديترويت وكلهم بيبيعونا زي السلع. هنهاجم المحلات دي وهنحرر الناس بتوعنا. نهاجم المحلات؟ هيك ما عملناش ده قبل كده. غالبا هي متأمنة، فيها أنظمة أمنية. هنقسم نفسنا 5 فرق، فريق لكل محل. هنخترق الأنظمة الأمنية ونهاجم في نفس الوقت. الساعة 2 الصبح مفيش عنف. هنحرر شعبنا ونخرجه من هناك قبل وصول البوليس. الليلة دي مش هينساها شعبنا أبدا. حلوة. أثر على متجر سايبر لايف. شلون بس هنشوف شلون. سيبنا النزاق شوي. بعد البث عبر المرخص بيت الجميع يعلم من هو هذا الأندرويد يجري تحقيقه. اسم البلاد. الله أكبر. والله لوثن أنا شايف أي رئيس عصابة يعني كتير. أكثر ما تعتبرها. امشي اطلع. والله لوثن أساس إنه هو رئيس. هو الرئيس هو بيأمر ينهي. بس شايف لوثن هي المسكة الخبيزة كلها يعني. مشيو. اكيد هيكون في ضباط بوليس في المنطقه. ايه لازم نخلي بالنا. المحل هنا. ذاك القبيله. قيمتنا عندهم شوية بضاعة معروضة في واجهة المحلات. قريب هيعرفوا حقيقتنا. هنحررهم. هنلتزم بالخطة. هنعطل أجهزة الإنذار ونأمن المنطقة 10 دقايق قبل هجوم الفرق.
هنستنى ايه؟ كمان منطقة دبل مانجر. شو عندنا من المنطقة؟ استكشاف المنطقة. شايف جهاز الإنذار؟ في قفل معدن ورا الإزاز، الدخول هيبقى صعب. ايش يعني؟ شوف طريقة تعظيم الزجاج. حلو. حراس وصيانة المكاتب. تمام. كاميرا. طفنا الشبكة. لقيته. نبدأ منين؟ حددت مكان الجهاز الأمني، ممكن نعطله دلوقتي. يلا تعالي ورايا. عرفت مدخل الشبكة من هون. الشبكة يتم الدخول عليها وتحكم فيها. ايوه. No problem. قريب قوي هيبقوا معانا. مش مطلوب استكشف المنطقة. ابطال مفعول نظام الاندرويد. مش مهم لازم استكشف. احنا متفوقين عليهم لكنهم اسيادنا. حلو. كل ده هيتغير. انتوا صحيين دلوقتي، روحوا على شريككم. إنما هذه ثورة عارمة. ولاني كرجع نزبط هذاك الأجهزة. قامت المحرر هذول المحرر الباقي. أندرويد 2 تحويل. إيش صار هيك بسهولة يتحول الواحد لأندرويد؟ انتوا صحيين دلوقتي، روحوا على جاركم. سيب اللفت الضيش. تم انشاء حلقة داخلية. حلو. يعني مثل نيوز شورت. بس اقول لك مايكس خلي بالك. انت ترتكب جريمه من الدرجه الثالثه. الشرطه بدات بالانتهاك ده. اثبت مكانك. قلت لك خد بالك. قلت خد بالك وما قلتيش ليه. انا اسفه. المره الجايه لما تعوز حمايه هبعت لك ورقه. جايين يا ماركس. ماركس هذا المشهد حينجال. ايه
اللي جرالك؟ اتجننت ولا ايه؟ البوليس جاي، لازم اعمل اي حاجة. ما تعملش كده تاني ماشي؟ نورث انا يلا بينا، ما عندناش وقت كتير. زعجت. لازم نقفل الطريق. اتجاه واحد مش هيبقى صعب. ماركس، ماركس تعال بص. انت حر دلوقتي. سكرنا الطريق. خلاص مفيش حد هيزعجنا تاني. طيب ماشي، شلون الله يدبر معانا. الميدان شكله امان، هنقدر ندخل المحل. الميدان شكله امان، هنخطط لده ازاي؟ لا، لازم عربيه كبيره تحطم الواجهه. عربيه؟ في اعمال بنا في المنطقه، ممكن نلاقي عربيه بسهوله. ايجاد شاغنا. استكشف ايش في لان كل ما استكشفنا اكثر ما نجمع معلومات اكثر. هي از سرقة الشاحنة. تعالوا ناخذ هذاك، ناخذ عليهم نقاط دول عشان نقدر نعمل شغلات بعدين. يلا روح روح روح، والله معكم. يلا انت حر. انهزموا 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 هذا المعارضة. قريت ان الجملة ما انتبهت عليها. تراك اكزيت، مخرج الشاحنة. شلون هذا هو؟ هو احنا مستنيين ايه؟ شو بعرفني؟ لا وانزعجت قبل شوي. خلاص بقينا جوه، يلا بينا نخرج العربية. نخرج العربية، هنخرج العربية، بس بدك تطولي بالك علي شوي لأنه أنا العصبية ما بحبها أبدا. عشان يكون بعلمك. كنتوا هتعملوا إيه من غيري؟ ولا شي، ندور حتى نلاقي. ما شغلة عظيمة يعني. وانت ايش كنت حتسوي لو انا معكي؟ لو انا ما جيت لعندكم اساسا. شكلنا كده هنعمل دوشه. الو لو سيارتي عن كمان مطبات خلص. انا بس بدي ما بدي شيء ثاني، هو الحاله يبقى. ديرو عمو، كنت عارفه ان احنا هننبسط في الاخر. ديرو عمو، انزل انزل. خروج، يلا انزل. خلينا نبلش نحرر هالعبانم. هذا الاندرويد.
تحويل كله تحويل اليوم بس تحويل مش لازم تطيعوهم انتم احرار ليش ما قروها جيليكو هالنسخ ليش هدول بيض شكل هاي النسخة المتفوقة على الكل تحدث معهم شو ضحك معهم هنيك لازمه من المنصة ماركس كانوا خمس محلات صحيح؟ أنا اسمي ماركس وأنا زيكو كلكو كنت عبد آلة بتطيع أوامر البشر بعد كده قررت أني أفتح عيني عشان أرجع حريتي وأقرر بنفسي مصيري هيكون ايه انا هنا دلوقتي عشان اقول لكم انكم تقدروا تبقوا اسياد نفسكم وخلاص مش لازم تاني ابدا انكم تطيعوا اوامرهم بعد النهارده من النهارده هتقدروا كلكم تمشوا راسكم مرفوعه وتقرروا مصيركم بانفسكم جيريكو مكان بيجمع كل الاندرويد اللي عايزين الحريه ودلوقتي ممكن تفضلوا هنا وتكملوا خدمتهم أو تقدروا تنضموا لينا مش بشبهوا بعض وتحاربوا في صفنا دلوقتي انتم أحرار وده هيكون قراركم أنا معاك إحنا معاك وراك يا ماركوس أنا معاك يا ماركوس إحنا معاك هلحقك يا ماركوس أنا معاك يا ماركوس أنا معاك أنا معاك أنا معاك يا ماركوس يلا ورايا ماركوس انت بتعمل ايه انا هواجه دلوقتي رساله للبشر شلو مسلم اولواني الاول تكون بارت تحويل تكون بارت هيعملوا اللي انت عايزه يا ماركوس خد وهم هيتبعوك كان اخد رمز دبليو الشيء اللي انا بعمله يتكرر على الكل حلو هاي ماشي هو كل في ميدان شو الميدان ما في ميدان
شيء يبهر. صرنا نرسم على السيارات. حلو. الموسيقى جدا حماسية. ايش اللي صار؟ حررنا المئات من شعبنا. نجحنا. دول جايين. الكل ينسحب على جاريكو. وجهنا رسالة من غير عنف زي ما انت طلبت. انت بتتفاهم معاهم لكن هم بيعاملونا باحتقار. اتمنى تكون عارف انت بتعمل ايه. ما ينفعش نقاوم العنف بالعنف. مادام مفيش اختيارات. موتوهم زي الحيوانات. مين السبب؟ مين؟ ايش اللي صار؟ انا ما فهمت شيء. ايش القصة؟ قرب من المجموعة. امشي بسرعة يا زلمة، صار لك ساعة تركض. والله صرت تمشي حظي على مهلك. يا زلمة شعبنا يا ماركوس، عايزين العدل يا ماركوس. هيدفعوا الثمن. لا ما بصير، هدول أسرى والأسرى ما يقتلوا. مش ممكن، ما صار في عنف. يعني إذا كنتم تكونون أندرويد لازم تمشون على القيم الإنسانية. لازم تاخذ القرار. حلو يا عم، انا المصيبه غلطنا عدم القرار. انا فكرت لازم اترك اتحرر.
الله لا يعطيك العافية. أيوه هذا البث بأخبار عاجلة. خبر عاجل: في تمام الثانية صباحا شن هجوم على عدة متاجر سايبر لايف في ديترويت، وتعرضت عدة مواقع لاعتداءات فيما يبدو هجوما إرهابيا، وسنخبركم كانت معظم نوافذ المتاجر مليئة بكتابات تطالب بحقوق الأندرويد إلى جانب شعارات غامضة. ذكرت تقارير الشرطة أنها عثرت على كتابات على الجدران مؤيدة للأندرويد في أحياء متاجر سايبر لايف، والتحقيق جاري. 60 لاثنين من رجال الشرطة اللي كانوا بيراقبوا المنطقة بالقرب من أحد محلات سايبر لايف. وطبقا لمصادرنا تم قتل كلا الضابطين بسلاحي الخدمة الخاصة به. إن هذا الوضع خطير، هل من الممكن أن تنقلب آلاتنا ضدنا الآن؟ هل أصبح الأندرويد خطراً يهدد أمننا؟ هل هذه بداية حملة إرهابية يتم تنفيذها هنا في الولايات المتحدة؟ صراحة أخطأنا، نعطيت القرار الغبي. بس أنا قاد ماركوس احتجاجاً سلمياً، ما قدرت احتجاجاً عدوانياً، يعني ما أثر كثير، دول موتهم كثير مهمة يعني كانت. كان في كتير شغلات ما عملناها، بس يعني كان بشكل نهائي تقريبا تقدر تقول منك الاشي مهم جدا. بس يكون لهم خلص الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك واشتراك وتستنى كل جديد حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.